قالت الشرطة الفلبينية إن مسلحين إسلاميين اختطفوا رجل دين مسيحي أيرلندي جنوب البلاد طلبا للفدية. وقال شهود عيان إن المسلحين اختطفوا رجل الدين من منزله تحت تهديد السلاح واستخدموا قاربا للفرار. ورغم أن أي جهة لم تتبنى المسؤولية عن العملية حتى الآن، إلا أن أجهزة الأمن تشتبه بضلوع جبهة تحرير مورو الإسلامية الانفصالية التي سبق لعناصرها أن قاموا بعمليات اختطاف في السابق.